القرار نتاع وزير التربيه، خاطر نحسوا كانه المعلمين عملوا كي سابوتاج، يعني يعني حطوه في بريود نتاع الامتحانات. ومش قرار ابارامون، قرار وزاري جمله، اما قبل ما نوصل القرار فو بيان فوار لو تو دو ريوسيت اللي كان واقع بكري. التو دو ريوسيت ابارامون 98% تو دو ريوسيت، مش خلي 2% تلحقهم ما تلحقهمش، تو الغربال يشدهم غدوه، فهمني؟ اما المشكله وين؟ المشكله جينا في وضع اقتصادي غريب. بالنسبه لي انا حسيته قرار بالنسبه للاطفال معناتها ماهوش صائب، لانه سنه دراسيه معناتها كامله مره وبيها والكل، فما تقييمات وفما مثلا زاده فما الكونكور نتاع سيزيام اللي هو يتطلب زاده مراجعه والكل، دونك فما جانب سلبي في الحكايه. القرار نتاع وزير التربيه يلزموا ياخذوا القرار هذاك، ما فماش علاش ما ياخذوش، فهمتني؟ هذا اش معناها ناس تجي في ودرنا فيراج افون لا لين دروات يبرن لا موتي دو لا سوسيتي اون اتاج. بيرسونيل مو جو بونس لي هو جوستيفي، على خاطر السنديكا معناتها ايزون ابيزي فرانشمون، خاطر النقابه معناتها عاملين برشا شروط وعاملين تلمذا كوم شونتاج، دونك وفي لي معادش وقت تواسيف وكذا ودرا شنو، دونك معناتها ليميتي الوقت دي نيغوسياسيون وكذا ودرا شنو، دونك سي اون بون ديسيزيون بور مو. انا ضد القرار هذايا، ماهوش في مصلحه التلميذ حتى طرف. تلامذة من ربي نيفويت تبارك الله هاك تشوف فيهم، معناها خلي تلامذة اللي مساكن سيزيام اني كان سنة معناها نجحوا هذاك دي نيفو طايحين على الاخر، عام جاي ستيام شو باش يعمل؟ كيفاش باش ينجحوا؟ كل شيء يعمل لهم كل عام الحكاية هذي. قرار هو كان خلافا عن قرار نتاع المعلمين اللي اضربوا على الخدمة، ينجم يكون جواب ما بين وزاره وما بين نقابه. اما بالنسبه في الحالتين هما سواء ما نجحوهمش سواء نجحوهم سواء صارت مشكله، الغالط فما واحد غلط وفما متضرر، فهمني؟ واحد ضار وواحد متضرر، الضار اللي هما المعلمين ونقابه المعلمين والنقابه بصفه عامه، والمتضرر اللي هو التلميذ. انا بصراحه ضد القرار هذا، خاطر فما تلامذة اللي يجنيوا عليهم بالقرار هذا، معني ما قراش والا فما حاجات مش فاهمهم وكور دو لاني، دونك ما نجمش انت تنجحوا هو مازال ماهوش فرد نيفو هو والتلميذ اخر اللي نجح معناها ونيفو نتاعو ما اعلى، دونك عام الجاي باش تولي مشاكل برشا في الابتدائي. فوالا والله وزير التربيه اذا كان عنده حل اخر ما نتصورش باش يبخل بيه، انا على لصالح التلميذ، خاطر المضر الوحيد هو التلميذ في الحكايه هذه. وباش نحميه احنا التلميذ قبل ما نخمو في حتى حاجه واحده اخرى. لازمنا نقاولوا حل اللي هو التلميذ اللي يقرا عام كامل يقرا، ومن بعد نقولوا ما فماش امتحانات ولا ما فماش معناها ريزلتا في الاخر. مانيش موافق على القرار هذا، خاطر القرار هذا باش يحكم به اجيال واجيال، اذا كان مستوى ضعيف هو ويخرج هو كيما هكاك شنو معناتها باش تستنى منه في المره الجايه؟ رايي ان المنطقي يقول انه ما ثماش نتيجه من غير سبب، ونتصور ان معناها النجاح وعدم النجاح هو يكون نتيجه الامتحانات، اما نجاح من غير امتحانات هذه بدعه، معناها ما نتصورش انه يقبلها حتى العقل. قرار نتاع وزير التربيه اون ديغي لي كومبلو كومبليس مع الاتحاد، خاطر نورمالمون يلتخيت توت ان دوسي نتاع كما يسابيل نتاع ليدوكاسيون كل، علاش يفرقوا فيه؟ علاش يجزئوا فيه؟ نورمالمون كون تخيت اون شوز اون لي تخيت دو ا جوسكا زيت، هكا ولا؟ هما قسموا ابتدائي واحد وثانوي واحد وتعليم سوبيريور واحد، وهذا كله شنو؟ ضرب للمصداقيه وضرب للوقت في السلاح. مش باهي على خاطر تولي الناس ما عادش تخدم، يقول لك هيك هو ماشي عدينا احنا، فهمتني؟ من غير امتحان من غير شيء، وهذيك اكبر غلطه. يلزم يقول لهم يلزم الامتحان باش نستخدم زايد ويصروا الليالي يولوا رجال، اما تتعدي كاكا بوه على خوه كل يقرا وما يقراش مش ممكن، هذه اكبر غلطه ارتكبها الواحد وزير التعليم، غلط على طول الخط وربي يهديه.